فرح قوي ان انا رحت له، بس مرضاش خالص ان انا ساعده، مرضاش باصرار. انا حاسه اني ردي عليه وقت ما كلمني هو اللي خلاه يعمل كده، خلاه رفض المساعده مع انه حقيقي محتاج مساعده. بيني وبينك يا فريده ما كانش صح ابدا تعملي كده. لا طبعا اللي فريده عملته ده هو الصح. صح لمين؟ ليها. وهو على فكره هو مش موضوعنا خالص. لا موضوعنا على الاقل ليا انا موضوعي. ليه هو انت ناويه تروحي له تاني؟ يا ستي مش هروح له، بس على الاقل هساعده. انت بتعشقي ترمي نفسك في التهلكه. ما تقولي حاجه يا فريده. انا مفيش حاجه اقولها، انا علاقتي بيه خلصت خلاص فعلا، بس اكيد احب اشوفه بخير. والله يعني حتى لو الخير ده على حساب هند، امال عامله فيها صاحبتها ازاي؟